شادا اف ام ورشيد دون ساديس وفيقو على شادا اف ام. دائما كان في اخوكم تاعي الحارب الضحكه ونفس زويون وبكل هدوء نفس طويل بالنسبه بزاف ديال الناس البارح ولي كنتو شويه سربانين وكانوا لعيبات خويا كان يلا كان ديماريو وضع وضع ارتاحوا لينا فيكم عجيب حشو واحد يلا شد البيرمي ديالو كتبقى عليه من الاول دوز 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 عطيه واحد السيمانه ديالو حتى يولف وديك الساعه ملي تشوفو ما كيدوزاش بجام ديك الساعه تهضر معاه سيتوبلي انا جو سوي ان تران دو باسي مون بيرمي اي سا في براتيكمون من الموا دو جوان مازال ما عرفتش الدوزيام تروازيام كاتريام شري اوتوماتيك ولا لي علام صح فهمو ما عندوش نومبري عندك فران وكسيراتو ايوا اللي جا قدامك ما تعقليش عليه واحد وي مدي ما عرفتش شحال دو سيمين ولا صافي ان موا اللي كتقول لي علمني نسوق واش عارف راه تقول لك شو علمني نسوق ولكن ما كنتيش عارف تقول في مهدي واش خاوي يلا نمشيو نسوق علمني نسوق وصافي يلا لي زامي غادي نمشيو معكم لو بوز لو بروميير اونفان لو بوز لا بروميير انفو انسوليت ديال الصباح واللي درنا عليها ان تيزينغ البارح و سيتي لو تيزينغ لو بلو لونغ في التاريخ ديال الاذاعات في العالم مجموع 24 ساعه باش نعرفوا شنو اللي واقع واحد لو فيو كوبل 81 عام وما عايشين مع بعضياتهم واو سي بو سي مانيفيك سي بو كاينين في المغرب ناس اللي عاشوا مع بعضياتهم 81 عام غير هما ما يعني ما كي جيران ولا شي حاجه ولا احصائيات ما عندناش احصائيات الو الناس هذو بطبيعه الحال هما جابونيين تزوجوا في 1937 واو واليومنا هذا مازالين مع بعضياتهم الله يكمل عليكم بالخير وكل عام وكل عام وانتم بخير وتكونوا زوينين وبخير سي فغي هاد القضيه هذه ديال لامور انا سما توجور انتريغي سي ما بغيف شوف انا ملي كنهضر في الحب كانوا لي حبيب حبوب هاد السيد هذا حبوب لا لا والله الا بصح 81 سنه تصور انك عايش كتقاسم حياتك يوميا مع واحد الشخص 81 عام سي مانيفيك سافو دير ما بيناتهمش ما دخلش بيناتهم الشيطان ما دخلوش بيناتهم الناس زيت بلو فور كو تو سا ما دخلوش بيناتهم سورتو كحل الراس وما دخلش بيناتهم سورتو جون سو سور سارتين كو هاد الناس ما عاش زيت با ريش اي دو كو ما اي نون با او دي بروبليم دارجون يعني كانوا اي زيت با سوبر شوف نقول لك على القضيه ريش با ريش عندك فلوس ما عندكش فلوس جوج حوايج مهمين نامبورت كيل غولاس اون فيغ اساتذه هذا الصباح ديال الحب الثقه والاحترام ملي كيكونوا عندك هاد الجوج هادو كتحافظ عليهم تو فا بيان حدك كتولي تقلل الاحترام كيمشي كلشي الثقه حدك كتزعزعها ما عمرها كترجع عاوتاني كي كانت هذا في لي كوبل ماتور لي اسي ماتور ولي قلبوا على هاد المسائل قبل ما يتزوجوا وراه نورمالمون راه خصك حتى تكون ماتور عاد تزوج ولكن ملي كيمشي الراجل تيقلب على دريه اونتر بارونتيز زوينه بومبا اي الراجل شي ناس قلبهم طيب طيب مالك اختي اش واقع ثاني اريكو ياك لاباس البنت كتقلب على طوموبيلات اي بان توت فاسون بعد كيطلقوا فوالا اي دايور سا مارش با في المغرب باسكو Merci d'avoir parlé justement à l'Evnet, les quêtes, le moment où Mais c'est vrai, ça marche plus aujourd'hui. Cool, si barré ton mobile, cool, si barré, il me chie, ou cool, si barré. Allez, smile, chérie, s'il te plaît. La souris, là. Moi, je kiffe, je n'y fais pas. Bien sûr, on a droit à cool, si, hein, ou à طبقة هما اللي عندهم هاد المشاكل هادو لا راه كنعرف 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 كيفاش كندق ما تخافش عندي يعني مشكل هنا ونو ما شتيش اشنو بغيت شوف المرأة اللي ما تيقاش في راسها وما تيقاش في المكونات اللي عطيها سيدي ربي فضينا سالينا وانت هي داكشي اللي عطيك سيدي ربي ما كنعابيش وبغيتي حاجة أخرى شنو تكفي بعدا داكشي اللي عطاك مولانا وديك الساعة نشوفوا ليك الحل اسمح لي غادي نهضروا كليغمون على هاد باسكو رشيد كيدق عليا من الصباح لا ماشي كندق عليك ولا ما دقيت عليك البارح قال لي انا كنعرف فوالا سون قلت ليه بغيت نصوبني فيه وقال لي لا ما تصوبيش انا هم لا بروبوزي دو فير غراتويتمون عرفتي بنادم بعض المرات كيطيح لك الشك في راسك نو مينيف كنتو سايب اخويا مينيف زوين حطوا لي سيدي ربي لا فين حطوه هو عارف علاش حطوه تما فضينا وسالينا يمي بلاي دايوغ المادا بورتي مي لونات Je suis très très bien avec moi. Donc, tu sais que tu es mal. Bonjour, Nour Fidoua. Ça va. Alhamdoulilah. 5-5. Où est-ce que tu as dit que le jeu des 30 secondes, les mains du rouge, ça va. Mais par contre, il y a une drôle de la vie. Je suis très bien. 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 Je suis très bien.
ودايوغ غادي يكون معنا واحد الضيف من دابا واحد شويه. شكون اللي عقل فيكم على الاستاذ اللي كاين في مناطق في الحسيمه بالضبط بني بوعياش اللي كان صوب واحد لاكلاس هو اللي صبغها بوحدو وجاب للوليدات الشكيكره زويونين حتى لهم دي بروس ادون ودي دونتيفري اكزاكتومون. هشام بالفقيه اللي دايوغ كنسلموا عليه هذا الصباح وغادي نتصلوا به من دابا شويه غادي يكون معنا، واللي تم التوشيح ديالو البارح بوسام ملكي من طرف عاهل البلاد صاحب الجلاله الملك محمد السادس. ماشي هو بوحدو، كان توشحوا باوسمه ملكيه 18 استاذ واطار تربوي بوزاره التربيه الوطنيه والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. تم اختيارهم من بين الافضل على مستوى مختلف جهات المملكه. الحمد لله. وهذه بادره اللي فرانشمون برافو فريمون. عرفتي البارح فاش شفت لافورماسيون جيتي تخي 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 كونتون. علاش؟ لانه بحال هاد الناس هادو هما اللي خصهم انهم يتم التشجيع ديالهم. كاين واحد القضيه دغيا نعطيو كومبليمون دانفورماسيون، سي كو كذلك صاحب جلاله استقبل 12 تلميذ من المتدربين والطلبه المتواجدين برسم الموسم الدراسي 2017 2018، سو دير لي ميور ديال المملكه. اوكي، مي استقبلهم باش بطبيعه الحال يشجعهم. دونك ما خصهمش يديروا لنا حتى هما بحال واحد الخيتي اللي كانت خرجت حتى هي تم الاستقبال ديالها من طرف عاهل البلاد وقالت لك انا حقا كدي كدي شي وعندي وسام وعندي شعيره. اي الشعريه الشعيره شعيره نو سي فري اون بلوس. كومون انت قبلك صاحب الجلاله وقدمتي ليه الديوان الشعري ديالك ما عطاكش وشجعك ما عطاكش وخارجه بوجهك حمر في وسائل الاعلام وما فهمتش كيفاش هذيك الصحفيه هي طاحت ليها في الفخ وكتقولي انا خديت وسام. لا لا اللي كون خديتيه نصفقوا لك ونقولوا لك برافو كيف ما درنا مع بو هشام وغادي نصفقوا عليه انت مره اخرى. انت ما صفقوش عليك باكون باسكو ما مزيانش استقبلك عاهل البلاد وخرجه كتكذبي علاش؟ ماشي مشكل بون سي با غراف. واحد المساله سي غراف هو ملي كنشوف ان المعلمين والاساتذه تم التوشيح ديالهم بهذاك الوسام انا فرحت بزاف. علاش؟ لان كانوا المعلمين والاساتذه واحد شويه كيعيشوا واحد الحاله ديال الياس. وي ديرنييرمون في هذه الالتفاته غادي تخلي ان بزاف ديال المعلمين يجتهدوا ويزيدوا يضعفوا في الجهود ديالهم باش حتى هما ياخذوا اوسمه. وهذا كيدل على حاجه واحده ان يا كان سو كيباي حاجه واحده هي اللي كتعطيك انك تكون عندك واحد المركز وتكون زويون ولد الناس وولد البلاد كيف ما كنقولوا هي الخدمه. هي الخدمه. فوالا خدمه سي تو سامبلومون اكزاكتومون. دونك اللي عنده شي حاجه ما يقضيها الصباح الله يعاونو. كنقول لكم حظ سعيد ولا شاد اف ام كيف كل صباح كنرافقكم باش كنفيقوا مع بعضياتنا ضاحكين ناشطين زويونين غزولين. صباح النور فيكم. صباح الخير. صافا الحمد لله. مزيان بخير الحمد لله. صافي لا انا صافي ما بقيت مي سي سا ليكول بي هذا ما كيتحسش بالتحرش. لا لا كنهضر معاك بصوت هادي. لا لا صوت هادي تو ما قلناش زعما هي خايبه ولا شي حاجه. قول لها صباح الخير. قول لها انا خصك باش تحرش بها ولا خصك توصل للنيفو الاخراني نيفو الوحش. يلا غادي نشوفكم اللي معكم دائما ندوزو معكم لو باز دي جور. يلا سيتي عطيونا لعبتي كديالنا وديك Il est libre, c'est son droit, il veut pas. Qu'on a qu'à discuter le buzz du jour. Le 7-10, le buzz du jour. Le buzz du jour, on a droit à la vidéo, on a qu'il m'a dit d'abord, laissez-moi je suis fiche, les naouls, la hda. Radin, c'est pour aller au col, harara. Hicham, le frère! Allez, Hicham! الو هشام الفقيه فقط باش نذكروا المستمعات ومستمعي شاده اف ام. هو ذاك الاستاذ اللي الصوره ديالو جابت دوره كبيره على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب. استاذ اللي فرح الوليدات وخدام في مدرسه صغيره وهو تبارك الله عليه صوب لاكلاس ديالو وصبغ طويله. هشام ابو هشام صباح النور اخويا. الله يبارك فيك. لاباس عليك. الو اول حاجه بعدها هنيئا لويسام الملكي. هذه هي الاولانيه. برافو برافو فريمون برافو. مبروك عليك. ما عندي ما نقول اخويا. والله الا فرحت لك البارح فريمون فرحت لك. الله يحفظك. الله الصراحه هي هذه شتي تصبغت راه كتجيب اوسمه. نو مي سيريو سيرتو ملي كيكون استاذ اللي هو كيبذل واحد الجهد. المبادره انا نشوف حاسين بها وعارفين منين جايه بالضبط. الحمد لله. الحمد لله عندنا البلاد اللي هو كيشوف بعينيه وكيحس وعارف شنو اللي واقع. اكزاكتومون. الو هشام منين جات المبادرة ديال أنك أنت اللي تصبغ الطاولة ديالك وتصوب هذيك المسائل كلها؟ عاود لينا واحد شوية كيفاش عشت هذه التجربة هذه؟ هو تقريبا عاود زعما كنت
مرحبا. هشام 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 ما كنسمعكش مزيان، الا يمكن لك تشوف كيفاش دير مع تليفونك تفاهم انت وياه. قول له العرض الله راني ديز مع رشيد الصباح في رشيد دون سديس، دير معايا زوين. عندك مشكل في التليفون ديالك اولا تهضر واحد شويه مجهد، الله يجازيك بالخير باش تسمعوك مزيان. شي شويه مازال كتسمع ليا بعيد، هي تبغي الحسيمه بعيده ما هي. دابا مزيان دابا مزيان دابا مزيان دابا مزيان. اوكي قلت لك اسيدي رشيد، نعم حبيبي، ديك الدخله ديالك دابا في البرنامج تاع كل اخر يعني صافي فتحتي واحد المجال الانسان يخدم مزيان بطبيعه الحال. هذاك الشيء اللي كندير الاطفال ضروري واحد الحصه صغيره نضحكهم شويه عام ندخلوا في. مرحبا مرحبا، خذ وقتك. الو شرح لي الو هشام، شحال في عمرك بعد هذه الاولاني بغينا نعرف الجميع؟ شحال؟ 33 سنه. اوكي منين جاتك هذه المبادره انك تنوض وتصبغ القسم ديالك وتصوب الطاويلات وتفركس داك الشيء وتردو زويون؟ انا ما نكرهش نقرا عندك اخويا هشام، والله ما نكره نقرا عندك. والله لا شرح لي. سي فغي سي فغي، ما كاين لا مواصلات لا والو، وانت تبقى دايما مكتوب في الايدي. لا صاحبي راه قريتي في الجامعه ومكونت في الدوله ولا اخر جيتي هنايا، ودير واحد الحاجه ديرها، ربي الاطفال على الاخلاق السلوك الحميده وهذاك الشيء. يعني هذه المواضيع كبيره، الاخلاق الضمير وداك الشيء. اوكي الو بحال اللي قلت لي نصبغوا ونجمعوا ونديروا. لا لانه كاين واحد اخر كيقول لك لا انا قاري في الجامعه وسميتو وانا صباغه ماشي حرفتي هذه، وانا خصني السكرتيره وخصني التليفون وخصني البيرو وخصني الساجير وخصني اللي يوصلني للدار وخصني اللي يصب لي القهوه الصباح وخصني اللي مالوغوزمون. دابا هذا المجتمع اللي كيدير هكا بصراحه سلبيين اللي كيقولوا هكا، وراه عارف المغرب ديالنا مسكين داز عليه الاستعمار هذا شي 50 سنه وباقي جريح وعايش يعني في العالم الثالث اللي هو افريقيا. كيتهضر يعني ماشي اجي باك ودير بحال الانجليز ولا بحال الالمان، لا شويه بشويه. وسورتو راه التعليم هو الاساس ديال المجتمع، الا صلحنا وبدينا من هاد جينيراسيون في السنه طالعين مع طالعين معاهم كيتربى بالحوايج مزيانين، والله العظيم الا عندك 30 سنه المغرب كيولي زوين بالله. الحمد لله. شوف نقول لك واحد القضيه هشام، جو سوي فيير دو توا خويا، فخورين بك جميع وغادي نصفقوا عليه بكل حراره. اخر سؤال دغيا، اخر سؤال بالزربه هشام قبل، لانه عارف ان عندك التزامات في الحاله الصباح. شنو كان الاحساس ديالك فاش عيطوا لك من الكابين رويال وقال لك غادي تاخذ ويسام؟ ما قالوا لناش الويسام، الويسام حتى البارح وي اتصلوا بالمدير الاقليمي ديالنا وانتظروا به حتى هشام دابا يجي وفروا لينا السياره دغيا في ديال اغافا صافي. نعسنا هنايا جينا الغدا ولبسنا مزيان الكوبلي وكذا، والاخوان اللي في الحرس الملكي واللي كيمشي مع الملك هذا الشيء ديال البروتوكولات صافي. قال لك اودي راه غتسلموا الوسام وكذا صافي وراونا. الو بلاتي، فاش قالوا لك هذاك الوقت بالضبط فاش قالوا لك غتسلموا وسام باش حسيتي هشام؟ والصراحه احساس عظيم جدا، اي واحد غيتمنى صراحه. غادي نخليوك هكا وغادي نخليوك مع هذا الاحساس العظيم يا هشام، وكنصفقوا عليك مره اخرى. برافو 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 برافو. وكمل. شوف هشام اليوم دخل لاكلاس تسلم لي على الوليدات كامله، وما تقول لهم كتسلم عليكم فدوه، وكيسلم عليكم رشيد ادريسي ومهدي واميمه وجميع طاقم راديو شادا اف ام ورشيد دون سيت ديس. صباح الخير صباح النور، مرحبا بكم معنا اليوم الثلاث. وطيب شحال اليوم في التاريخ؟ اليوم لو 18. اليوم لو 18 باسكو دينا لو 17. لو 18 سبتمبر. غلفتي الكتوبة؟ أنا؟ مكنتش نغلفهم دايا. أنت العقوبة ملي كدوز الكتوبة بطبيعة الحال. لي بارون تيبقاو. ميرسي شيف، ميرسي. لي بارون تيبقاو يغلفوا. ما كانش يديروا شي صبور ويكتبوا تاريخ اليوم. اليوم بطبيعة الحال 3/18 شتنبر 2018، هذه 7:49 دقيقة. من دابا شوية غادي نكعوا رفقات فدوى من خيفوش. حيت توت ألوغ قبيلة تيريتي في البنات وقلتي لينا ماتيرياليست. ما كان تيريش نون، تيريت في أون باغتي من البنات عفاك. اون باغتي من البنات، مانا جدار البنات. دوك البنات صحابي كاين باغتي البنات. جي بروبليم دو موني فوك جي لي غفاس. لا ماشي هكاك، انت خليتك على خاطرك، ولكن دابا شويه غادي نبرد البنات قلبهم على الرجاله اللي كيقولوا علينا بلي حنا ماتيرياليست. مي افون غادي نهضروا على واحد القضيه اللي جايه في البوز دي جور في الساعه الثانيه، غادي نهضروا على واحد لا فيديو. مون ديو لا عندنا لي ديفيلي دو لانجري في المغرب سي تري بيان، مي سوف سي اون تري تري بون شوز. نقول لك واحد القضيه، كون جي فيو لا فيديو قلت واو سي بيان، الناس تفتحات.
ولكن ابارامون مازال شي وحدين دماغهم ما متفتحينش بزاف لانه خصوصا انه كان ديفيلي النساء فقط. وي وواحد خيتي وديما كنقولها كنقول سبحان الله العظيم ما كاينش اللي خارج على المراه في هذه البلاد قد المراه. نو مي سيريو والله الا بصح سيريو سي با رجال باسكو كانوا هي العيالات بيناتهم. علاش نو علاش بغيت نفهم كيفاش انك انت حاضره الان ديفيلي بلاتي حاضره الان ديفيلي وهذا البورطابل ديالك وصورتي ان اكستري نفرضوا ولا لا كاع سمحنا لك انك تصوري علاش شديه وتلوحيه سوغ انترنيت؟ اسمح لي هاد السيده ما تسرق لها تليفون ما حطاتو يتصاوب ما هذاك اللي صاوبو بيتيت هو اللي خرج لها فيديو. لحظه حنا دائما كنسقوها في وحدين اخرين. ديما حنا خاصنا لا فيكتيم ديال المراه اللي خرجت المراه على الطريق هي مراه. ماشي سي فغي ماشي ما يمكنش ديما المراه هي اللي فدوا فدوا سي توت ان ديبا سي توت ان ديبا يمكننا نهضروا على هذا الشيء بوندون دي زور توا مو ماشي مشكل دائما بروفيسور طايت الحال في دون 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 في رشيد دون لسات لو سات 10 غادي نمشيو معكم اللحظه لانه السيده ما حدا توا دابا دي ديمارات مزيان عطينا خويا عطينا ما حدا مازال سخونه عطينا على بركه الله مالنا ما نخافوش رفقه فدوا الو مالنا ما نخافوش علاش نهضروا الصباح انا هضروا على الرجاله اللي كيقولوا على البنات بلي هما ماتيرياليست. اوكي باه اون باتو ميت تو سامبلومون طون جينجل عطا اخويا الجينجل ما كاينش مازال ما تصوبش اوكي باكي طيب في الفران غادي نورمال ما يوصل هاد العشيه هادي اوكي ملي نوصل عافاك الله يرحم باك ديرو في الثلاجه الفوق لانه كيعرق بزاف. الوغ علاش نهضروا على الرجاله اللي تيقولوا بلي البنات ماتيرياليست اللي كيقولوا اون بارتي في البنات ماتيرياليست ولا هما كيقولوا وي كلشي ماتيرياليست باردون اوكي بسم الله فوالا نمشي ننطلق نطلق ما غاديش تخليني نهضر والله ما نقطعك غتخليني خوي قلبي سيري دونك فوالا مالنا ما نخافوش مالنا ما نخافوش ما بقيتوش كتحشموا لا نخافوا اختي ما بقيتوش كتحشموا تقولوا على البنات ماتيرياليست علاش نتوما ماشي ماتيرياليست نقدر نصدمكم كاع ونقول لكم انني ماشي ان البنات ماشي ماتيرياليست بقدر ما نتوما سقرامين وخايفين تقاسموا مع المراه شي حاجه شكون اللي ماتيرياليست حنا ولا واحد الفئه منكم والله الوالده كتغوت عليها الصباح لا شكون اللي ماتيرياليست واش حنا ولا واحد الفئه منكم اللي كتشرط على المراه انها تكون موظفه سيدي انا ما غاديش نجمع سي فغي وي انا ما غاديش نجمع كلشي رجال في هذه الهضره حيت كاين اللي هو ومراته يلاه يلاه هو لو سالير ديال مراته مع لو سالير ديالو هو يلاه كيكبروا الوليدات كيكملوا من عند نعيمه الجاره اكزاكتومون ولكن غادي نهضر دابا غادي ندير واحد لا فورماسيون للبنات دونك غادي نقول لهم فيقوا البنات علاش علاش حيت ماتيرياليست هي ما هي الا كونتر اتاك ديال الرجاله فاش حنا كنقولوا عليهم باللي كلكم بحال بحال عندي سؤال كلكم خاينين فهما تلقاو هذيك التخريجه ديال وات انتوما تتموتوا على الفلوس تعادل هي شوف نتفاهموا على القضيه هي فلوس كلنا كنموتوا على الفلوس ولكن ماتيرياليست كتبقى في هذاك الجهد ديالك فين كتواش كتواش فريمون كتسطع الفلوس لواحد الدرجه ما كتصورش او لا مي هي اون بارتي مالوغوزمون اللي اوجوردي ان بونس ان بونس كو ماشي ماتيرياليست مي سوبرفيسيال ماشي ماتيرياليست انت ماشي ماتيرياليست انا غادي نكملوا انا وياك هذا الجدال هذا بطبيعه الحال صباح الخير صباح النور مرحبا والف مرحبا نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وانكم فايقين وانكم غاديين لمدارسكم موصلين وليداتكم غاديين لخدمتكم او السعدات هذاك عرفتي شكون اللي حاس انا بعض اللحظه هذه شكون داك اللي كيسمع لنا وديال لي زيكوتور وكيمجبد يا سلام يا سلام جيبوا لي القهوه خويا جيبوا لي القهوه للفراش شحال هذه ما فكتش بهذه الطريقه هذه اون توكا صباح الخير عليكم مجموعين نتمنى انكم ان شاء الله دوزوا معنا وقت زويون مازال عندنا طيب الحال ساعتين وبزاف ديال الحويجات اليوم جايين مازال في رشيد دون ساديس دائما على راديو شادا اف ام وغادي نرجعوا عند فدوى ومالنا ما نخافوش مالنا ما نخافوش ما كي مخرجه فينا عينيك عندك 30 سكوند باش تكملي سير بيض غير فوالا عندي اكثر من 30 سكوند ولكن غادي نحبس 30 سكوند دونك فوالا غادي نوجه واحد الرساله للبنات غادي نقول لكم من حقكم تمناو راجل لاباس عليه حيت حتى هما ملي كيكونوا متكين فوق السداري في دارهم تيكونوا كيتمناو بنت زوينه ولاباس عليها اوكي دونك علاش لا مود ديال 10 9 فوالا ما اسمح لي ما جو بي با ترافاي دون سي كونديسيون عرفتي داك كاميو كيدير مارشاريير انتوما دايما بالاستماع شادا اف ام صافي فدوى صافي الحمد لله الحمد لله بخير شوف شنو عرفتي سالين دابا الكود ديال حيدناه لا حيت انا بعد هاد كود كول ديال ما كتخلينيش نكمل الشيء ديالي لا لا شوف نقول لك اوني اون تخيل حنا كنريكليو كنشوفوا واش خاصك بزاف ديال الوقت غادي نزيدو غادي بزاف ديال الوقت نورمالمون عندك 4 ديال الدقائق ابارمون سي دابا كنقول في اكثر من 4 ديال الدقائق وي يا صباح الخير ما سبق لي عيالات ملي كتزاو ما كتحسوش وي وشكون اللي كيبروفوكينا باش حنايا كنبداو ما كنساليش شيري كيسيفوك سوتيس
سي كوم سا سي بلو فور كو نو ما عندنا ما نديرو ليكم الرجال معروفين دي غالور اصبر تبارك الله لا 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 ما كتسكتوش اميمه اجي حدايا الا بغيتي دوزي جزا زوين اميمه غادي ندورها في صف الذكور اليوم سي دو شونتاج وي بيان سور صباح الخير صباح النور صافا كنتي مزيان سي سا لي ستاجير نو مي سي دو شونتاج اجي حدايا باش تدوزي تكون دريه تكون دريه بغيتها تكون دريه تكون دريه حتى هي دري لا 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 ميرسي اميمه ميرسي بوكو فيني لا جونتي رحنا ضحكي بطبيعه الحال نمشيو معكم لا دوزيام اون فوا انسوليت وغادي نسولكم جميعا نتوما هنايا في هذا الاستوديو اليوم الداخل الرقم ديالنا بطبيعه الحال 05 22 36 10 36 غنشاركوا معنا كذلك مستمعات والمستمعين ديالنا نسول مهدي ونسول فدوى واحد المشيش جوي ونقطعت طب واحد المشيش شنو هي الحاجه الغريبه اللي صوروا مولاه كيدير ماشي مولاه شي واحد صوروا كيديرها il était en train de draguer مشى كي كيدير مشكو كوندي بدراغ مشى عرفتي دابا المسابقات والمسابقات يقول لك كلنا كنعرفهم كي كيديروا منين كيفوتوا داك مي كيفاش تهد قال لي الله اعلم دري 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 لا ما سي وي انا عمرك عمرك شي مش كيضرك شي مش لا انا شفت بلا مشى سحب حاجتهم ملي كيكونوا فيهم الجوع كيجي كيبداو اون فوا كي تعطيهم ياكلوا صافي كيغبروا ما كي تو ديبون كيفاش كبرتي كتولي تحزروا والو صافي اجي اجي والله اجي غنهضروا ندوي معاك صافي كيمشي ما كيتسوقش الوغ في نظرك هاد السيد هاد المشيش هذا شنو دار هاد المشيش واحد الحاجة زوينة غزي ولا مشيش باه مشيش كان يس فوزي بو لا نو كان كيشفر ماكلة لا مهدي والو غايا أميمة حل حل ميكرو الأميمة كان كيشفر فلوس ها كيشفر لهم فلوس وي مش كيشفر الفلوس الله يهديك القروضة كيشفروا فلوس القروضة هذوك مشاش مجي بحال القروضة ما عرفتش المهم فيق مولاه من الناس لا لا ما كان لا بابي سا سا ان تروك تري اتوندريسون واحد اللعيبه زوينه انا فاش كنا كنوجدوا لواحد البرنامج صارتي تسطيت الوغ اوكي نعطيكم نعطيكم على الديف ها باسو لا باسو نون بلو باسو تحيه لباسو يا صار حتى هو لا باسو دايور درتي مزيان باسو تبارك الله عليه وغادي نصفقوا عليه دايور كملوا معايا التصفيقه ديالكم لانه باسو بطبيعه الحال مشى يمشي يكمل الدراسات ديالو عافاك في الولايات المتحده الامريكيه كوكو كوا برافو كوكو كوا شوف كاينه ناس اللي عندها مشاريع في دماغها وعندها المسار ديالها كتقادو بيدها نرجعوا للمشيش شنو 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 في نظركم شنو شنو كان كيدير المشيش شنو كان كيدير شنو كان كيدير وي واحد الحاجه اللي كنديروها ولينا كنديروها لسوء الحظ مجموعين يلاه زيد غنقربكم واحد كنديروها لسوء الحظ شي حاجه خايبه شي حاجه اللي دخلت لينا في حياتنا اليوميه كيدوي في الناس لا هذاك رشيد كنهضروا على مش ماشي رشيد سي تو بلاي وي التليفون التليفون ميرسي بوكو الوغ شنو كان كيدير في التليفون ولا وعاوتاني ما تعيقش عاوتاني لا لا عمرك شي مش كيسرابي كان كيتفرج في دي سيت ماشي هما كيتفرج في دي سيت ماشي هما هذوك لا لا كان كيتفرج في واحد الحاجه لا كان كيتفرج في دي دوكيومونتير ديال المشاش فوا غادي نعطيكم الجواب كان كيتفرج في التصاور ديال مولاه اللي مات ليه وعرفتي وكان كيشوف في التليفون بواحد الطريقه حزين جدا الاطقوت مولاه مات فريمون مولاه مات وكان وما عرفتش شكون اللي شد التصاور ديال مولاه ودوزهم له في واحد الفيديو ولا ما عرفتش فيديو فيها هو ومولاه عرفتي واحد ليطا وحق الله انت بنادم محل يندم عليك بحال ما هكاك زعما الصراحه هي هادي لا تاثرت ها تاثرت مزيان تمسك براحتك جايه من دابا شويه لذيك لاسون دابور 05 22 36 10 36 لمن بغيتي تقولوا كنبغيك وكنحبك وكنتسطى عليك هاد الصباح ولا شدا يفهم صباح الخير صباح النور ومرحبا بكم معنا لاله فدوي تاون وي لاباس عليك الحمد لله كلشي مزيان كلشي هو هذاك جو بونس كو كندلعك واحد شويه بزاف في العالم في هذا البرنامج خصني نعاود ندير القصه حاجه شويه علاش غير من جديد تصرت تي غير عليا مدي عاود تدلع العب يلا ده انا حدلعك درع يا ابني ها
نساش شي مشكل. مرحبا خويا مرحبا. غادي نمشيو معاكم لا ديكلاراسيون دامور. دي لا ديكلاراسيون دامور لا بيرسون لي ديزاليك اونلي يو. صوت لينا او ميساج فوكال على لو نيميرو واتساب 0 6 5 7 2 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3
بنادم الموسيقى كتخيل عظام وكيتكاد بنادم وكيقول لي كنرجلوكم كل صباح على شده الفهم مي معنا واحد المستمعه اي با فير دو ديكلاراسيون دامور هي ما بغاش تقول كنحبك وكنتسطع عليك باغي تهضر معنا فشي حاجه نورا صباح النور نورا لاباس عليك صباح الحمد لله وانت لاباس الحمد لله توحشناك رشيد لا لا اختك لالا نورا بارك الله فيك انا من لي فان ديالك متبعاك الفيسبوك شي خباطات ديالك المهم كنحماقوا عليك كيما مشيتي حنا معاك في التلفزيون حنا معاك في الراديو والله لا اختك بارك الله فيك لا اختك بارك الله فيك نورا نورا شحال في عمرك عندي 26 سنه 26 سنه شنو باغا تقول لنا نورا صباح نقول لكم راني بون ريبريز وان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله يا رب وحنا معاكم شكرا ميرسي احنا معاكم بارك الله فيك بارك الله فيك الو نورا كنتي بغيتي تهضري معنا فشي حاجه شنو هي بالضبط ما كرهتش نلعب معكم لي جوج 30 سكوند شاخ هزك ما بغاش نلعبوا دابا باركونت نورا باركونت ما عندكش شي واحد هاد الصباح بغيت تقول له كنحبك وكنتسطع عليك ما بيان سور عندي راجلي فوالا سا طون تري بيان يلا نورا عندك شوف عندك 30 سكوند قولي ليه بجميع كلمات العالم اللي اختارتيها انت كنحبك وكنبغيك الصباح بسم الله نقول لك شوف شي كلمه كنبغيك راه كتجمع كل شيء لا ولكن خاص شويه ديال الدلع صاحبتي كنبغيك نو ماشي كنبغيك كنبغيك كنحبك انت مو عينيا انت مو لداري انت سي بيان الرجال كيعجبنا الحال ملي يسمعوا بحال هذا الكلام هذا نو ضروري ولك على السيده حشمات وصلت لك القوا غادي نقول لك نقول لي كنبغيك اي لاف يو ايش لي بيديش تحت شمولو معاك بسميتو بالريفيه وي اشنو سميت راجلك اشنو سميت راجلك نورا عزيز الو عزيز صيفط لي دابا ميساج قال لك سير صوبي العشاء وبركم بسلام ميرسي بوكو نورا بو طون ابيل وكنتمنى لك وطايت الحال صباح سعيد وتكوني دائما فرحانه وضحكه مع راجلك وسلمي لنا على سعيد وسلمي لنا على مولين الدار اي ميرسي دافوار ابلي انتم دائما بالاستماع للراديو شادا اف ام وحنا طايت الحال معكم دائما في دوا مهدي اميمه ورشيد الادريسي في خاشي دال شاديش جود مورنين موروكو جود مورنين موروكو المغاربه فايقين ولا مازالين ناعسين المغاربه فايقين مالوغزمون يوناك اللي ما فايقينش هما هذوك واحد عافاكم منين تكونوا غادي لخدمتكم الصباح شويه عليكم عرفتي واحد زد حد سمعنا دابا على الراديو واحد جوج تفرشوا بيناتهم ومشكلتهم هو انه الطوبيس هو اللي زحموا دونك عافاكم الله يجزاكم الخير وعندي نداء عندي نداء للسائقين ديال الطوبيسات عرفت انكم عندكم توقيت وعندكم بزاف ديال الحوايج ولكن ديك الزربه عرفتي بعض المرات كيجيب لي الله انه سايق فيلو ماشي طوبيس دونك الله يجزيكم بالخير عافاكم الا كنتوا كتسمعونا في الطوبيسات ديالكم اللحظه شويه عليكم علاش وي في دوغا 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 شنو دوغا دوغا نقول لهم دوغا دوغا في الطريق اي بغيت نقول واحد صباح الخير كبيره 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 بزاف لواحد السيد كبير 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 بزاف اللي هو عادل بالمليح اللي هو ان كران امي اللي كيسمع لينا دابا واللي تيقول لنا بالله فيقنا في الصباح مرحبا عادل سبيسيال ديديكاس صاحب الفيديوهات هو اكثر انسان مشهور في واحد الجروب سميتو ايزي العضو الاكثر فعاليه اللي يقدر يبوستي فيديو مع الخمسه الصباح دونك تحيه كبيره ليك عادل ديال الجروبات فضيحه كبيره عندنا في هذه البلاد السعيده كل نهار كينبتو جو تيكسبليك عادل بالمليح سي لو سول ميك في ان جروب ديال البنات واللي هو اكثر اليمون باش مسميه داخله اختي خويا باردون بعدين بالمليح لا سول في اللي كتدخل لو مور ديال الفيسبوك تقدر تخلع فراس ما عمرني مازال ما قلبتش مازال ما دخلتش فرتك هذاك الفيسبوك ديالها وي 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 هاد لي جروب هما اللي خلاوني نمشي بحالي من الفيسبوك جيتي ادمين ديال واحد الجروب ديال
شحال كان الصالير ديالك اختي؟ ما كنتش كنتقاد عليه صالير ديتو اي ابخي سي المشاكل وصلها وصل يعني كان باغمي لي ميور غروب فيسبوك و ماروك ابخي صافي لا كاع لي غروب اللي كيبداو كيكونوا هما لي ميور من بعد كيبوليو هما لي بلو مي فرانشمون هاد ادمين واش كتزيدها في السي في كتزيد شي حاجه الفلوس شي حاجه كتزيد نغزة هادشي اللي كاين يلا نمشيو معكم اللحظة لو جو دي 30 سكوند غادي نلعبو دون لو 7-10 لو جو دي 30 سكوند غادي نلعبوا غادي نلعبوا وغادي نلعبوا وغادي تربحوا معنا يمكن لكم طايت الحال تربحوا غادي نعطيكم لشوا في الاخر ما بين 3 كادو وانتم اختاروا الكادو اللي انتم عاجبكم اوكي كاين مساج سوان فيزاج ملابس الذكور والاناث والعبيتيكات ومنيوا على الساجير غدير واحد العبيتيكات غير بزربه غتقطع لي هادو باسكو كل واحد ولا ليس ديالو ما خصنيش نشوف انا الكلمات ديال فدوى وفدوى ما خصهاش نشوف الكلمات ديالي قطع لي هادي على جوج فوالا بحال ما داك الشكل ميرسي بوكو بلاتي نشوف واش غديرها بنفس الطريقه باش درتها فدوى عندك مع 11 كل واحد ولا ليس ديالو غادي ناخذ معنا مستمعه اللي قبيله قالت لنا بغات تشارك معنا بغات تشارك معنا في المسابقه ديالنا غادي تقلبي ديك لاليسا عافاك ما تشوفيش لي مور لا 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 فوالا استرمي نو نو ما تشوفيش ما تطلي ما والو معنا نورا اسكو نورا الى اسكو نورا الى نورا نورا يا نورا نورا يا نورا نورا ما كايناش ليست هنا اوكي نقطع عليها الخط ديالها سي با غاف نعاودو نعيطو ليها بغيت الزربعه عافاكم الله يجازيكم بالخير يلا هون نكملو طايت حالنا وفدوى قلتي لك قبيله انه لو كود ديال ديالك بقات فيه واحد العيبيتي كما قلتي نغيزه دونك فوالا كنت كنهضرو على الدراري اللي كيقولوا على البنات انهم ماتيرياليست اي انا هاد القضيه كتعصبني علاش علاش دونك لا مود ديال سمحوا لي غادي نقولها على الصباح فازي لا مود ديال الميمه من عند من خارج وما كنحملش هاد لو نو ما كنحملش هاد واش عمركم سمعتوا شي بيضه فهمت انا علاش بلاتي علاش مره ملي كتوصل مثلا 36 40 عام كنبداو نقولوا عليها المهم بي فوا غيتي سي كونري ما فهمتش زعما لا واش لا ميمي وي لا سي بلي ميون ولكن المهمه سي المهمه انا بور موا ملي كتقول دايوغ تكرفنا على داك الاسم ديال المهمه المهمه سي 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 لا غومير انا بور موا المهمه سي جده سي فوالا ماشي نورا 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 وي انا معاك بيان سافا احنا شوف درنا لك خاطرك وغادي تلعبي معنا لو جو دي 30 سكوند مستعده نورا مستعده ونا مخولين لك نورا في لالين اوكي الوغ نورا ندير معاك واحد القضيه اول حاجه بعدا معنا بغيت تلعبي معايا ولا مع فدوى معاك نلعب معاك تلعبي معايا اوكي عندنا 30 ثانيه غادي نحاول انني نشرح لك الكلمات اللي عندي مستمعينا ومستمعاتنا ما عارفش شنو هما الكلمات اللي عندي قلب الورقه حتى يتطلق الكرونو عاد غادي نكتشف الكلمات اللي عندي وخصك انت هي تكتشفي اكبر عدد من الكلمات اوكي خاصني نعقل عليهم لا خصك تكتشفيهم انا نعطيك مثال مثلا غادي نقول لك باش نقول لك مثلا مكانه نقول لك واحد الحاجه كنديروها في اليد باش كنشوفوا فيها الوقت داكور اوكي فهمتي فوالا فوالا فهمنا يلا 3-2-1 طوب خونو واحد الحاجه كنكتبوا فيها في القسم كتكتب فيه الدروس ديالك شنو هو وي عندهم سميه اخرى الكتاب هو اللي كيكون مقرر هذاك فاش كنكتبوا اللي كيكون فيه اوراق بيضين دفتر فوالا ميرسي بوكو واحد الحاجه كنكونوا مقيدين فيها مجموعين كيقيدونا والدينا ملي كنتزادوا الحاله المدنيه اوكي هذا اللي كنهضر فيه انا دابا شنو هو ميكرو اوكي واحد الحاجه كنحلوا بها البيبان يس شحال عندنا واحد جوج ثلاثة أربعة أربعة كلمات سي تري بيان أنا اللي غادي نربح نورا نورا مع تسعود ونص غادي ناخذوا معنا مستمع أولا مستمعة أخرى داكوغ غادي يلعب مع فدوى وغادي نشوفوا شحال عدد الكلمات اللي غادي يوصل لهم إلا فات أربعة هو اللي يربح إلا ما فاتش أربعة أنت اللي غتربحي معنا أوكي نورا سي تري بيان دونك خليك معنا بطبيعة الحال وهادشي كله هو غادي صباح النور صباح الخير فيدو ديدو وي سافا الحمد لله كلشي مزيان تانكيل تا باسي بون نوي او موان استرسي مع راسك البارح باسكو البارح لا لا جو بوز لا كيسيون باسكو البارح مشينا كلنا من هنايا او مود زومبي البارح جيتي سوربريز الصباح لانني ملي نعست على ديك الجهه فقت على نفس الجهه فهمتي نعس على اليسر فقت على اليسر
ما تقلبش. دونك الاخت الاخت تحت خشبه خبيع تحيه البادره اللي كيسمعنا هذا الصباح واللي كانت معاه بنيته ليليا حتى هي كانت كتسمع علينا قبل ما تدخل المدرسه. ميرسي لامي دخل يكوتكم شاك ماطان. شكرا لك بزاف وطايت الحال. بارطاجي انت بارطاجي 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 راه بزوان دو ديتا بارطاجي 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 يا مواطن. مي سي فري بحال هاد الحوايج زوينين هما اللي خصهم يتبارطاجاو. ما فينا بسلام، ما فينا عياقه، ما فينا فوالا وني زوينين ولاد البلاد ضاحكين وناشطين مع بعضياتنا ومقصرين كيف كل صباح على شاده اف ام. الخير برنامجكم رشيد دون 7 10. شنو عندنا دابا؟ اشنو عندنا دابا؟ نرجعوا لو بوز دي جور. لو 7 10 لو بوز دي جور. لو بوز دي جور تكلمنا على واحد لا فيديو. خليك انت تكلم عليها في اليوم. دونك هاد لا فيديو كانت في ان ديفيلي ديال لانجري في مدينه اكادير. هاد كيما كنعرفوا لي ديفيلي ديال لانجري كيكونوا سريين وكيدوزوا يعني من ايد لايد لواحد لو سيركل ديال العيالات اللي كيتلاقاو في واحد لو جور بريسي وكيتجمعوا باش انهم تيديروا لي زاشا ديالهم داكشي ديسكري سون تيليفون سون بريز دو فيديو سون ريان. لا يمكن يكون عندك تليفون تصوري بياسات اللي هتشري تصوري تصوري بنادم لابس بالاخلاقيات وتبارطاجي نو حشومه علاش؟ لانه حتى بالنسبه لهذوك البنات راه نتفاهمنا على القضيه. حتى بالنسبه لهذوك لي مانكان سي سا ستروف ما قايله لوالديها والو غادا تصور طريف ديال الخبز لانه فيه غيان دو مال. علاش انا نجيب بنت ونصور فيديو اللي كنت شتيكم مازال كانوا دراري نقدروا نفهموها ونقولوا عاوتاني رجعوا عاوتاني نفس الشيء مكبوتين ما شان سي با تخو كوا وغادي ندخلوا عاوتاني في هذا الديبا العوار. اوكي مي بنتي يا بنت وكانت في الصفوف الاماميه يعني الاخت يا اما جايه معروضه ولا شي لعبتيكا ولا ودابا شنو هو خرجوا من السياق ديال الديفيلي ومشاو لانه الديفيلي فين دار؟ دار في اكادير في غرفة الصناعة والتجارة. علاش الإدارة؟ واليوم عاد بنت لكم الإدارة زعما أنا ما كنفهم عرفتي شي نهار حق الله العظيم بصريح العبارة طلعوا النيفو واحد شوية باسكو راه شي نهار غادي نتسطاو مجموعين والله راه ما بقى لنا والو يديونا مجموعين لبرشيد باسكو راه ولينا كنديروا شي حوايج اللي راه ما يمكنش. رشيد ساكن في برشيد رشيد راه مهدي ساكن في برشيد كنهضر على المستشفى الأمراض العقلية. شوف نقول لك على القضية ديال برشيد بقات لاصقة وغادي تبقى ديما لاصقة لأنه تما فين كاين أول سبيطار ديال الأمراض العقلية الغالب الله ما عندنا ما نديرو كيقول لك سطي سطي وبرشيد داوي كنشرب الدواء عاد كنشرب هو الحمد لله منين تبع التريتمون ديالك راك غادي تبرد غيا وليدي. نكملوا هاد دونك فوالا هاد لو ديفيلي كيدار كيف ما كيداروا لي ديفيلي ديال لي مايو دو بان كيف ما كنشوفوا التصاور ديال لي مايو دو بان في لي ماغازين شي حاجه اللي عاديه سورتو ان لو بوبليك اللي كيكون فيزي هما العيالات اللي كيجيو وتيكونوا بيناتهم مع بعضياتهم. اشنو طرا هو ان هاد لا فيديو تسربات في ظروف غامضه تسربات في لي ريزو سوسيو والناس يعني لقاو انها واحد لو كليما ديال المزايدات بقاو تيتزايدوا عليها فوالا شنو فين وصلتوا هاد البلان اسيدي لا لا والله الا بصح عرفتي غادي نحبسوا هذيك الموسيقى وغادي نهضروا واحد 30 سكوند وغادي نهضروا فيها ديال المعقول سيريو. بنادم صافي والله الا بركه من هاد العباد راه ولينا حنا كنقولوا وصلنا للقاع. انا جو بونس راه ماشي وصلنا للقاع ولينا حنا هما القاع القاع الزحام والمخير فيكم ملي كيمشي لابلاج كيبقى مبربق عينيه والمخير فيكم اللي داز بحداه دريه كيدير ليها سكانير ما كراش حتى دوك الملابس الداخليه تما يحيدهم ليها. اغيتي هذا النفاق الاجتماعي اغيتي نحبسوا عنا هذا النفاق الاجتماعي راه ما غادي ينفعنا بوالو وما غادي نديروا به والو وما غاديش نمشيو فيه بعيد ونبقاو دائما اوليو باش نناقشوا حوايج اللي هي مهمه اللي غادي تزيد هذه البلاد قدام ديما مقابلين الملابس الداخليه الملابس الخارجيه لا لبسات مقاده لا ما لبساتش مقاده لا ما نعرفش شنو في الدين سي بون بركه ميم فريمون والله بركه. سي فري واحد القضيه هو انه ملي كنكونوا حنا كنناقشوا شي حوايج اللي دي شونتي اللي كبار شي حاجه اللي غادي تمشي للبلاد الناس وزرات كيقلبوا كيفاش يمشيوا يديروا يتبرونزوا في القمر وحنا مازالين متابعين ما كيجي وحنا مازالين متابعين الملابس الداخليه والملابس الخارجيه. عيطوا لي الماما عيطوا لي الماما عيطوا لي الماما خليني نكمل جابوا لي الدواء ديالي فينا هو فوالا دونك ملي كنكونو ديسكوت واحد لو شونتي اللي هو كبير والمغرب كله غادي في ان شونتي ديال الاصلاح وديال ما عرفت اشنو كنبقاو يعني اوني تيلمون امبليكي في هذاك لو شونتي واحد شويه كيجي لباس داخلي كيجرنا عرفتي شنو هو لباس داخلي كيجرك من ان شونتي ديال دي مليار دي مليار ما يمكنش. اعطينا موسيقى اللي تجرنا الله يحفظك ان سو كالم دونت وري بي هابي سي فو بلي عفوا
نسمعوا ليها بوبي ماكفيرين على راديو شادا اف ام دون سولي بي ابي ديديكاس لكم نتوما جميع اللي كتسمعونا اللحظه مادي غادي تسطر ليا بالضحك تاميزا خويا بدا تقاسم معاك الدواء ديالك حتى هو لفي ديال الدواء طار على شادا اف ام ونمشيو معاكم اللحظه مستمعتنا مستمعينا الواحد الفقره اللي نطلقوا من خلالها في دواء بطبيعه الحال جوج مرات في النهار كذلك بحال الدواء قبل الفطور قبل الغداء واللي هي سيليبريتي نيوز نتكلموا واحد شويه على توت لاكتو ديال المشاهير اللي عزاز عليكم سيليبريتي نيوز على شادا اف ام اكزاكتومون هاد لاكتو وشنو اللي واقع في لي ريزو سوسيو هادي واش نتفات هذا وهادي كشنو قال سي هذاك تفضل دونك غادي نبدا مليحه العرب فاتي الجمالي 2014 كانت مليحه العرب فاتيم زهره جمالي المعروفه بلقب فاتي الجمالي اللي دارت ان اكسيدون نهار السبت العشيه في مدينه الدار البيضاء ما يكون باس الاكسيدون اللي كان يقدر يبدي بالحياه ديالها الاولى لطف الله هي الطفل ديالها ابارمون هي الطفل ديالها اكزاكتومون دونك كتقول فاتي الجمالي انها كانت كتسوق طوموبيل وكان معها ولدها وتفاجئوا بان طوموبيل اخرى ضرباتهم بالجد من الخلف ولحسن الحظ فما تعرضوش لجروح خطيره فاتي الجمالي كتقول على هذا الحديث انها كانت قريبه بزاف من الموت وخلى بزاف ديال الخلعه في قلبها وفي قلب ديال الولد ديالها فاتي جمالي اشتهرت في اعمال كثيره خلال الاونه الاخيره في ظل اشتغالها كممثله وعارضه ازياء بان واحد هي بيل اون بليس صيفط لها البارحه ميساج فوكال سور واتساب وجاوبتني ومازال ما سمعتش الميساج غادي نسمعوه جميع كنقسم لكم بالله مازال ما قصتو المهم الا كانت فيه شي كلمه ولا شي حاجه سمعوا لينا بورتون ابيل اي بورتون ميساج او الحمد لله ملي ما جات ريان دو غراف جات في لا فواتور انا توعت شويه ولدي سافا و سي تو جو بران دي كالمون هادشي مي ريان دو غراف الحمد لله الحميدين الشاكرين الحمد لله فوالا فاتي الجمالي ما يكون باس وحده وراسكم في الطرقات المغربيه وي اكزاكتومون دونك من فاتي الجمالي غادي نمشيو عند هيفا واهب هاد السيده سي فري كو ما كانش عندي معاها في الاول باسكو سي ان برودوي بلاستيك سميتو مي شنو سميت المسلسل اللي دار في رمضان اللي فات حربايه نعم كارما شي حاجه لعنه كارما إلي تي جوست اكسيبسيونيل كتعرف تكون مزيان فوالا بجد كوا كو لون ديز اكزاكتومون دونك يفو با جوجي الناس لابارونس ديالهم هيفا وهبي كانت لانفيتي ديال عمرو اديب في برنامج نيتو الحكايه واللي تعرض نهار السبت اللي فات هيفا وهبي حلات قلبها للجمهور ومن الحوايج اللي تكلمات عليهم وبجراه كان التحرش وعطات ان كونسيل للبنات كاملين في هذا الموضوع هو ان ظاهره التحرش ما مرتبطاش بداك الشيء اللي كيلبسوه العيالات ولكن كيرجع الاخلاقيات ديال الشخص وكتقول نصيحتها لكل بنت مش لازم لما حد يعكسك ترد عليه تجاهليه تماما لان التجاهل هو الرد المثالي للمتحرش دونك يمكن لك تعاودي الجمله سيتوبلي عافاك مش لازم لما حد يعكسك ترد عليه تجاهليه تماما لان التجاهل هو الرد المثالي للمتحرش يا خرابي يا خرابي يا خرابي ده انجليزي يا مرتي دونك علاش خدات الشهره منها كتقول هيفاء وهبي الشهره خدات من الخصوصيه ديالها واحيانا كتزور بعض الاماكن ولكن ما كتكونش مستعده باش تواجه الجمهور فيها فكتلبس النقاب او النظارات اللي تيكونوا كبار على الوجه ديالها ومع ذلك فكيتعرفوا عليها بزاف ديال الناس وتعرضت لموقف غريب هو حاله اغماء اللي طرات لواحد البنت فاش شافتها من شده حبها لها وعدم تصديقها بانها طلقت بها وانت الدريات كيسخفوا الا شافوك اش بغيتي الدراري يديروا dernière information Lily Allen اعترفت انها تعرضت للتحرش في نوفمبر 2015 من تاهي وي لا حول ولا قوه الا بالله سلامود بيانتو اتصل بينا ديك زينه عرفتي شكون هذيك زينه النحله نحول انهم يتحرشون بي هي اللي بقات زاكله لا تغاجني با زينه ونحول نو دونك فوالا ليلي الين اعترفت بانها تعرضت للتحرش في نوفمبر 2015 من طرف مسير كبير ديال لاندستري ميوزيكال في 20 سبتمبر الجاي ليلي الين غادي تعطي سيرتها الذاتيه ماي تاف اكزاكتلي وفيه غادي تكشف بزاف ديال الحوايج في العالم ديال صناعه الموسيقى هاد التصريحات جات في اخر لقاء ليها مع الغارديان ولكن ما عطاتش الاسم لاسباب قانونيه منها احترام الخصوصيه ديال داك الشخص ولكن عاودت كلشي بالتفاصيل دائما كتقول ليلي الين انها من بعد ما رجعت لندن عاودت كل ما طرا لها المحامي ديالها وما تابعتوش قضائيا وكملت في الخدمه معاه لانها خافت من انها اذا جبدات هذه القضيه تحط في الصوره ديالها انها بنت فيها مشاكل تبارك الله عليك واي
Your accent is very cute. Yeah. صباح الخير صباح النور تما دايما الاستماع للراديو شاده ودائما بطبيعة الحال من خلال برنامجكم رشيد فلوس الديس كيف كل صباح على شاده من 7 حتى 10 انتم كتسمعونا وحنا فخورين انكم تكونوا معنا وزايف في لو بون شوا بوزيكوتي شاده اف ام صباح النور لا 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 صباح النور فيدو ديدو صباح الخير صافا الحمد لله اون فالا سورنومي كوم سا فيدو ديدو فيدو ديدو فيدو ديدو فيدو كتقلب عليا الصباح فيدو ديدو صافا حيت مون نوفو غادي غادي نديرو لك شي كوان تما المشكل ما يبقاش اللي ما بقاش عندنا المخرج ولكن بلاتي ندوز فورماسيون وتفرجوا شنو وقع لي ديك الساعه نضحكوا مزيان نمشي معكم اللحظه ولكن قبل ما ندوز لهاد المساله هذه كنذكر فقط الرقم الهاتفي ديالنا اللي هو 0522 36 10 36 عيطوا لنا الا بغيتي تقولوا لشي حد كنبغيك وكنتصط عليك وكندوب في دابا ديبك سي بو ولا مو تري بو مالوغوزمون ولا قليل باغادي نكثروه تو سامبلومون سي نو مي سي فري ولينا دايرين بزاف في المظاهر وبزاف الفلوس وبزاف سميتو ونسينا الاهم اللي كيجمع ما بين اي جوج اللي هو الحب في اي علاقه هذايا واحد القضيه اللي توت الور جافي ريماركي ملي عيطات لينا السيده وقلت لها قولي جو تيم كنبغيك لراجلك الا اي دو مال باش انا تخرجها اكزاكتومون علاش 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 تخرج لينا الحاجه الخايبه سهله والحاجه الزوينه كون دابا سير جبتي بوطه ولا شي حاجه لك خرجت هذيك جاب جبتي الدراري شريتي لي الدار ولكن كنبغيك كتخرج ديفيسيلمون شوف كنقول انا ديما واحد القضيه وغادي كنت هضرت عليها في احدى الاذاعات وغادي نقولها غادي نعاودها اليوم عافاكم احبوا بعضكم والله راه زعما راه القضيه سهله وزويونه وغزيوله وعلاش كنبقاو دائما كنتكرفصوا على بعضياتنا فوالا نمشيو معكم دابا لواحد لانفوانس وليت واحد القضيه غريبه جدا شفنا بها حنا في دوعه تسطينا بالضحك فريمون تسطينا بالضحك واحد خينا ما عرفتش شنو بلاد هذيك واش باكستان ولا افغانستان المهم باينه فيه باينه من ذاك القنت من ذاك الجهه من ديك سوا كورد سوا ترك لا لا ما بينش فيه تركيا بان لي بحال هذا كورد بان لي بحال شي باكستاني شي لعيبه بحال ما عرف كيدير واحد اللعيبه بيزار بصبعو وما يمشيش بالكم بعيد وتخلصوا على نيتكم هاد الصباح كيدير واحد اللعيبه بيزار بصبعو فريمون وماشي الصبع هذاك الكبير ولا ذاك الصبع الوسطاني شوزي تيمو هذا عرفتي في الشطار ماشي تشطط بالضحك ما يمكنش في نظركم بون في دوانتي عارفه لا ريبونس ميدي في نظرك هذا خينا هذا شنو 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 كياكل دانون بسبعوه لا هذاك راه شي ادريسي لا 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 مي سي فغي كسا ماغيف دو تو تما كنكون معلقه كنبدا به ديك كنحلو وكنهبط عليه ولكن ملي كيبقى داك الشيء لاصق في الجناب خصني كنتكلف فيه اغيتي دو بريتيزي دو كيل دوا اي ساجي لا والله الا بصح هذاك لو دوا دونور اه وي لا والله الا بصح كيدير واحد اللعيبه عرفتي تسطيه ديال الضحك ما فهمت والو بون كعاد لا 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 شوف شوف بقى في حوايج اللي هما زوينين ما مشوش خايبين عاوتاني في دماغنا هذا الصباح سيرتو كنت بركض المغاربه كلهم ولا عندنا الاعوجاج في الافكار ما مشوش خايبين في دماغنا هذا الصباح ما مشوش خايبين في دماغنا لابسوس ريفيلاتور دي ماتا نو هاد السيد دار واحد القضيه سهله وبسيطه جدا شد اللاحق حطها قدامه نيش عليها مزيان جو تو برومي لا قسمها على جوج جابها مقاده ديك اللعبه ديال قلت لها البارح صافي يعطي جوج معلقات قلت لها معلقه ديالك قالت لها معلقه ديالك قلت لها مي واحد لا فورس تبارك الله عنده اي سورتو هذا الصبع الوسطاني راه ني با سي فور كو سا راه يمكن ليه يتهرس زعما سميتو مازال هذاك داك الاندكس مولفين كنديروا به بزاف ديال المصاعب تحل به كاع الفيزاج بعض المرات نو مي سي فغي مي هذا اللي تري سونسيبل كيفاش انه انسان طاحت عليه كيفاش طاحت عليه هذه الفكره هذه هذاك السيد لو جيست تري بريسي عرفتي ديك بق ويدير مسكينه عارف لو بوان فيبل ديال الدلاحه المقتل ديال الدلاحه مشى ليه نيشان صافي اللي طيحوا على شي دريه هذاك صافي راجل الشينيور غادي نمشي غادي نمروا معكم مباشره لا ديكلاراسيون دامور يلا خويا الله يرحم لك بها الوالدين شكرا ما ماتش هذا كي سرا فال دو لا بلاك مسكين كيموت تيتانيك في الاخر كيموت تيتانيك تيتانيك كيموت في الاخر الناس كتهضر على جاك وسميتو اخرى شنو كان سميتها
ايه شكون اللي عطينا السميه ديال الممثله؟ بون سي كيت وينسليت بطبيعه الحال، ولكن شنو 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 الدور اللي كانت لعبها كيت وينسليت في تيتانيك؟ شنو كانت سميتها؟ كان جاك اي ما عقلناش صغورين فهمتني. لا بصح جاك، وشنو شنو سميت الاخرى؟ سارة أميمة أميمة أوكي داكور ويب سي سارة سارة ويب لا ديكلاراسيون دامور. شكون معنا الصباح؟ معنا منير مدينة الدار البيضاء. منير وي سي صباح الخير. صباح يا منير، لاباس عليك؟ الحمد لله. بنتي لي ضربك البرد هذا الصباح. لا لا بالعكس، دار نجيبي ما يكون عنده بيت اخويا، ما يكون عنده بيت، دز عند الكونطابلي ديال لي كوردونونس. ضربت ثلاث ايام الاولى ديال الشهر، ما كاين مشكل. صباحك بخير الحمد لله. منير من الدار البيضاء. من الدار البيضاء سي رشيد، مبدئيا بغيت نهنيك على الغوبريز ديالك في شهاده اف ام. ميرسي بوكو لاختك، وكان اختيار موفق من القناه، من الاداره ديال الشهاده، كونك وجه معروف ما غريبش علينا. شكرا. كان صعيب باش نعوضوا التعيمات، صعيب. الله يحفظك، الله يحفظك. ومني داز عاوتاني في العشيه قطبي شو يعني الحمد لله كاين تنوع وفوالا، وكنا حنا هنايا باش فوالا باش نزيدوا بشهاده القدام، وهادشي كله طايح الحال من اجل الارضاء ديالكم انتم. صافي حتى حنا اللي حنا المتتبعين ديالو ما غاديش نتقطعوا منه، يعني غنتبعوه في العشيه وتتا معاه معروف، ما غاديش يكون عندنا مشكل. مرحبا الله يحفظك ليا. الوغ منير، لمن بغيتي تقول جو تيم هذا الصباح؟ شوف باش من ما نزوقوش جيني من الاخر اللي ديك راه من الاخر وغادي نكمل هذيك الصباغه ديال البارح، ديك الطوير الروق صغير ديال الطوير الروق. جادور عرفتي كنتسطع لي زويتور ديالي سورتو ملي كيكونوا فيدال، كيكونوا سامعين شنو واقع. شوف حيت عرفتي علاش؟ حيت فتت واحد الحاجه من هذيك الصباغه، الجوطونه خديتها انا. الجوطونه خديتها سكيل في يعني شاده هي اللي في القلبات الساعه. فهمتيني؟ هذه باش من ديك السباقه الشويه اللي خليت انا خديتها. داكوغ اوكي. سينو كاينه شي شاده اخرى بغيت تقول لها كنحبك؟ لا شاده اخرى كاين بزاف، عرفتي علاش؟ كاين الوالدين، كاين الزوجه ديالي، كاين الابناء، كاين بزاف. فوالا عطينا اخويا بلاتي مولي باش نعاودو نكادريو كاع كنتسطاو على والدينا. وهذا الزوجه ديالك شنو؟ بلاتي الزوجه ديالك شنو سميتها؟ سميره. عطينا كلمه لسميره الصباح. اش نقول لك؟ ولا شي كلمه اللي بغيتي. واش نقول لك؟ كنموت عليها. يس يس. لا عرفت باش نرجع للكلام اللي قالت الاخت فدوى قبيله، قالت الانسان ما يقدرش يخرج كنبغيك ما كنبغيك. باش ناخذ واحد 30 ثانيه من وقتك. سير دغيا بجربه. يلا سمحتي لي ترى. لا بطبيعه الحال يلا. الله يحفظك. ماشي حنا ما تنقدروش نقولوا كنبغيك ولا داكشي، حنا البيئه اللي كبرنا فيها هذيك الحياة ما نقدروش امام العموم باش تقول لواحد راه تنبغيك، تقدر ديرها بالفعل. وي ولكن بينك وبينها مثلا او لها مثلا اذاعيا وهذا صباس انت كاع على سولا تقول لها لا ماشي انا راه ياسر خلقوا من الشباب 40 ماشي صوتي انا هذاك. لا بينك وبين راك هذاك الخط الاحمر كتنقزه ماشي كتقول لها خلينا ساكتين. جدا صباح عرفتي علاش؟ دابا حتى دابا حتى المكالمه تقلات بهذا لوسونس هذا، حتى ليزوديتور ديال الشهاده شويه ماتور كيف تيقول لا ماتور. لا لا شوف نقول لك على القضيه، ماشي قضيه ماتور، بنادم يمكن ليه يكون ماتور وكيحب وكيعبر على الحب ديالو. بنادم لا بس اسمع بنادم واحد شويه مازال حشمان، ولكن ما تخافوش ان شاء الله نتقدروا مجموعين. قول لي مازوت دابا ياك باقي حتى مازوت. شكرا لك بزاف منير اخويا على الاتصال ديالك كان ليك. شكرا شكرا شكرا. ونتمنى انك سمعنا كل صباح، وانك تعيطنا كل صباح، واننا نتكلموا مع بعضياتنا كل صباح. على شادا اف ام دائما معنا في دواء كيف كل صباح من 7 ل 10 صباح النور. صباح الخير. معنا اميمه الاستاجير صباح النور. صباح الخير. ومعنا كذلك مهدي في الاخراج صباح النور. تقول صباح الخير مقاده ولا تقعد؟ صباح الخير صباح الخير عند دمنا دابا. قول صباح الخير مقاده ولا باقي تنقول لك تهضر في الميكرو. يلا غادي نمشيو معنا مستمعين مستمعه اللي يلعبوا معنا 05 22 77 24 05 22 36 10 36 05 22 36 10 36.
اوكي انا فهمت معنا مستمع ولا مستمعه كنذكر انه قبيله كانت معنا مو نورا باردون واللي جابت 4 ديال النقاط لعبات معايا دابا اللي غادي يتصل بطبيعه الحال غادي يلعب مع فيدو ديدو مع فدوى اي فوزافي انتيغي انكم تجيبوا اكثر من 4 الا بغيتوا تربحوا بيان سور كنجيبوا اكثر من 4 نتسناو لي زابيل بطبيعه الحال نشوفوا شكون اللي غادي سعيد الحظ اولا سعيده الحظ اللي تصل بنا اللحظه راه كاين بزاف ديال لي لولي اللي يتربحوا فريمون يا اما تفيو ديروا سوان دفوتي ماساج ليك شي في فريمون كوافير فور اوم ولكن ما تفوتش 600 درهم اولا ملابس كذلك يا اما للرجال اولا كذلك للنساء فمرحبا بكم مرحبا بجميع مستمعاتنا ومستمعينا اللي دائما كيسمعونا يلاه سيتي معنا شي حد معنا شي مستمع مستمعه من معنا نقولوا بسم الله يلاه سيتي من معنا امينه من جده الدربيده امينه صباح النور صباح الخيرات صافا امينه لاباس عليك كيدايره السي سيدنا لاباس سيدنا وسيدك رسول الله لا يخطيك بارك الله فيك شكرا لك بزاف صافا كلشي مزيان الحمد لله سمعتي المسابقه قبيله سمعتي كيفاش كنلعبوا ياك فما قانون المسابقه المسابقه رائعه ومن الصباح وانا متبعاكم يعني ما شاء الله عليكم بارك الله فيك اوقات طيبه وضحكتونا يا ربي هذا بطبيعه الحال هذا هو المبتغى ديالنا يلا امينه غادي نخليك مع فدوى عندكم 30 ثانيه غادي تحاول تقربك بطبيعه الحال من الكلمات اللي خصك انت تلقاي وي يلا لاش امينه مستعده يلا 3 2 1 توب كونو هذاك اللي كنقراو فيه كتاب هذاك اللي كنعومو فيه لا بيسين لا الاخر البحر هذيك اللي كنديروها باش كنديروها في لاكارت ناسيونال كنديروها في لاكارت ناسيونال عقد الزياد ولا اللي كتكون في الجنب الصوره ميرسي هذيك اللي كناكلو فوق منها الطبلة هذاك اللي كنشعلو باش كنخدمو هذا في السيبر تي سي برافو امينة برافو امينة اي فرانشمون جي اوفي دو دير اوسي ان غران برافو فدوى باسكو سي لا بروميير فوا كي في لو جو اول مرة كدير برافو عليك ما نتسكر ميرسي كون كوا الا بغيتو تربحو اختاروا فدوى تو سامبلومون امينة غادي نعطيك الاختيار ما بين ثلاثة ديال لي كادو داكوغ يا اما ان بون داشا ديال 600 درهم باش تمشي تهلاي في راسك يا اما مساج ولا كوب بوغ المهم شوف كاين بزاف ديال لعبيتيكات باش تهلا في راسك يا اما كوب دو شوفو يا اما مساج يا اما حمام يا اما اللي بغيتي ما تفوتش 600 درهم اولا كذلك حوايج بخيت ابورتي للبنات اولا كذلك واحد الماركة عالمية اللي كيستعملوها لي ميك اب ارتيست ديال المكياج و شنو بالك؟ يلا غنقول لك راساتي باش الماكي غناخذ الماكياج غتاخذ المكياج بصحتك وبراحتك والمكياج طايح الحال مهدي ليك من مجموعة كاليستا ميرسي بوكو امينة على الاتصال ديالك اخر كلمة تبغي تقولها لنا وتقولها للمستمعين ومستمعات شادي فهم كنتمنى لكم اوقات طيبه وشكرا لكم وشكرا على لحظات السعاده اللي كتحققوها لنا من خلال هذا البرنامج وتحياتي للاستاذ عماد انا كنبغيه ورجل طيب والله يكمل عليه في المسار ديالو الاعلامي ميرسي بوكو امينه حنا كنبغيوك كنتصطاو عليك ميرسي بور لابيل صباح الخير صباح النور مرحبا بكم معنا كنذكروا فقط بالرقم الهاتفي ديالنا 0522 36 10 36 وانتم بالاستماع لراديو الشارع اف ام لا وابدا ثانيه بدي وابدا ثانيه نو واي فو بلو دير فو بلو يوتيليزي سي فوا سا فا فوا كنت لعب معايا لهاد الشكل فدوا تي فا بيان تري بيان لاباس عليك او لا لا Mon Dieu, sa voix! Mala, ma voix, mala, qu'est-ce qu'elle a, ma voix? Je suis avec vous, le buzz du jour, les réactions, ou la synthèse, Diana. À la barakatullah. Le 7-10, le buzz du jour. Ou le buzz du jour, qu'on a trouvé, elle a dit que la vidéo, les kharjats, le barh, le barh, dial, le défilé, les kan fmdint agadir, ou wahd khiti, les sourates, ou kan mjmaa privé, dial nisa, dial ayalat. وما كنفهمش انا علاش منين كنكونوا في حوايج اللي هما بريفي خصوصا وانه اليوم كاين واحد القانون
اللي كيجرم هاد الشيكولا هو غادي نذكركم بهذا القانون هذا الصباح هذا، لانه ما يمكنليناش نبقاو غاديين بهذه الطريقه هذه عشوائيه. وهير اللي جا عنده شي تليفون فرحان به كيدير به ويصور به ويلوح به وكيتسحب ليه واش يوتيوب خلاه ليه الوالد ولا خلاته الوالده في الورد، سي جوست امبوسيبل اننا نكملوا بهذه الطريقه. انه هنا كذلك الو القانون كيقول، وهذه الماده 448 من القانون الجنائي المغربي، سمعوني مزيان عافاكم، يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، من 6 شهور حتى 3 سنين، وغرامة من 2000 حتى 20,000 درهم، كل من قام عمدا وبأية وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري دون موافقة أصحابها. أنا أقول لكم واحد القضية، اللي عنده عليا شي حاجه كنت خايف منه شحال هادي، اليوم الله يعمي على شي واحد ونتفرج هذيك الساعه نكون اول واحد غادي نو مي سي فغي بزاف. ما يمكنش انك تكون جالس في جلسه خاصه مع صحابك ومع الناس عزاز عليك وواحد هاز التليفون مقنت في شي قنيته وداير راسو كيصيفط اس ام اس ولا كيشاطي هو كيصور، حيت هاد السيده دارت بحالها كانت في حمام ديال العيالات وصورات العيالات، ساشون كل حمام ديال العيالات تطور ما سيدي ما بغاتش تطور ما بغاتش تطور يا بارمون عرفوها شكون هي ياك، هذه الخبر اللي واصله. الو نكملوا هذه القضيه ديال القانون عفاكم. ويعاقب كذلك بنفس العقوبه من قام عمدا وباي وسيله بتثبيت او تسجيل او توزيع صوره شخص اثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته. لمانكا صورني في قهوه راه ما كيتسماش مكان عمومي، راه كتخلص باش كتريح في قهوه اوكي، تصورني في ملهى ليلي، تصورني في حانه، حنا نمشيو لهذاك الشيء اللي كيلعبوا به المغاربه لانه شي باش عزز عليهم اكزاكتومون. تصورني في بيت في شي وطيل مريحين في شي دار، غادي تخلع عليك سي اوسي سامبل كو سا. حاجه وحده اللي كنطلب هو انه عندنا ترسانه قانونيه صحيحه في هذه البلاد، المشكل فين كاين هو انه ما كتطبقش وان الرشوه دايره ما بغات، ولكن يزغبها له هذا مرضي والديه اللي يقدر باقي يدير، لانه خصنا نتحركوا واحد شويه راه قلتها قبيله راه وصلنا راه ماشي وصلنا للقاع ولينا حنا هما القاع. دونك بركه من هذه التخاريف وبركه من هذا اللعب ديال الدراري الصغار حشومه. دايوغ نعطيكم واحد المثال، واحد السيده تشهرات بهذه المساله هذه ديال الفيديو اللي كانوا كيخرجوا، مايا لانه كانت كدير الرقص مع العيالات جليسه مع العيالات والبنات تبارك الله عليهم سناب شات ما شايت وصح ديروا راسكم من هذه المساله هذه، راه ما عندكش الحق ولو تكوني في عرس انك تصوري ولو غير شي واحد بان في الخلفيه ديالك انت كتصوري راسك في عرس وبنت انا في التصويره من وراك يمكن لي ندعيك عليها. خاصنا تاخذ المراه في التلفازه راه كناخذوا الموافقه ديال الناس باش الا بغاو يدوزوا، راه ما يمكنلكش تجي تصور عباد الله ودوزوا راه ما يمكنش كتسيني اون ديشارج انه يمكن لي ندير ما بغيت بالصوره ديالك وبهذاك الشيء اللي صورت انا وياك. دونك عافاكم الله يجازيكم بالخير، راه بحال هادشي هو اللي خصنا نبارطاجيو مع بعضياتنا، ماشي نبارطاجيو فضيحه، بارطاجيو معلومات بحال ما هكا وقوانين، وكذلك نشدوا القوانين نديرهم في صفنا، واللي دار شي حاجه ما نخسر عليه والو، احسن محامي وغادي نتكلف به سي اوسي سامبل كو سا. واحد المساله ولات في الويب ماروكان في لي سيت في الفيسبوك المغربي في اي حاجه مغربيه للاسف كتلقى بلا كاينه اكثر الاخبار على الفضائح وعلى الشهات وعلى شي حوايج اللي كيقيسوا العرض ديال الانسان، ما كتبقاش شي حاجه اللي بوزيتيف فريمون، خاصك تقلب ديفيسيلمون على شي حاجه اللي تكون بوزيتيف باش انك تقدر تخدم بها خدمتك ديال تولي جور. لا وكاينه واحد الحاجه كذلك اللي صدرتها ديغنيغمون وزاره الاتصال وصدرت بيان لاصحاب المواقع الالكترونيه انه حتى التعليقات، لانه حنا تبارك الله حادقين في داك الشيء ديال حامض ما نعرف شنو السبان المعيور في الاشخاص، لا خويا بغيت تعطي الراي ديالك اعطيه باحترام، الا عندك راي بغيتي تدلي به اعطيه باحترام، اما انك تبدا كتسف اعراض عباد الله لله فلله، يكون وزير يكون برلماني يكون عامل نظافه يكون كيف ما بغى يكون نوعو، شتي شي تصويره اولا شي حاجه بغيت تخلي تعليق، يا اما عندك تعليق فيه انتقاد وانتقاد اللي هو هادف وبناء وباحترام مرحبا، فيه شي حاجه اخرى خليها عندك. وي ما تحطناش معاك لانه تخسر الهضره راه كلشي كنعرفوا ليه، زعما راه كلشي كيخسر الهضره في هذا سميتو وكنا كنعرفوا ليه، ولكن ماشي من الاخلاق ديال بنادم انه يستعملها فين ما مشيتي. نون سوي ديزولي، ونحترموا واحد شويه الخصوصيات ديال الاماكن الخاصه. كان دي فيليب لانه دابا المشكل سكن الناس خرجات من المشكل انه خرجات لا فيديو ومشاو كيقولوا لا وعلاش في غرفه الصناعه والتجاره وعلاش ما نعرف شنو وعلاش هادي وعلاش حنا عندنا داكشي في المغرب، ايه شريف عندنا داكشي في المغرب اخويا، ولا كان اليوم انه جسد ديال المراه غادي يدير فيك انت قد ما هادشي سير اخويا دبر لك على شي بالا وحفر قبل وحنايا نجيو نصليو عليك صلاه الجنازه وسوون بينا معاه والله سي باسكو سي ترو سي اون سال اللي كت نورمالمون كتعطى
وكتكرا جو بونس بحال هاد المسائل هادو. الا كنتي عندك باغ اكزومبل دي طابلو غادي تمشي ديرهم تما، عندك ديفيلي غادي ديرو تما. لا لا انا بغيت نصوب قريشلات ونبيعهم تما، وبغيت نبيعهم للعيالات اللي جايين يقصروا حتى شي واحد ما سوقوا فيا. فضينا وسالينا وفضينا هذا الموضوع. عافاكم نرتقى واحد شويه لانه حنا فريمون واعي عيقنا بزاف. بريف ثم دائما بالاستماع لشادا اف ام، ودائما رشيد دون سديس دائما معنا في دواء. مرحبا. ديدو ديدو دائما معنا مهدي، ومعنا كذلك اميمه لاستاجير. كنشكركم بزاف انكم فختيو معنا بطبيعه الحال هذا الصباح. كيف كل صباح من خلال برنامجكم رشيد في لو سديس او رشيد دون سديس رفقة فدوى بطبيعة الحال في ديدو ديالنا صافا فدوى. مهدي في الاخراج، والتحقت بنا الزميله الزوينه الغزاله ديالنا لاله جميله. صباح النور. علي جميله الكل. صافا جميلة، كلشي بخير؟ لاباس عليكم؟ صحيحة بخير. قالوا لي عندك شي موضوع زوين كامل جميع. يا سلام. اليوم غتكون عندنا في الفقرة ديال صحتك أهم الدكتورة ليلى عالمي. أوكي. أخصائية في أمراض الأورام، وهو أول مرة كنستضيف هذا التخصص هذا. أوكي. غنهضروا على واحد الحاجة كتهمنا كاملين. اختاريت أننا نتكلموا اليوم على سرطان الرئة. أوكي. علاش؟ لان سرطان الرئه ما بقاش كيقتصر فقط على الرجال، ولان فعلا الناس اللي كيدخنوا هما الاكثر عرضه باش انهم يصابوا به. وكنا كنشوفوا ان سرطان الرئه كيمشي غير للرجال، ولينا كنشوفوا ان تنسى ولا وكيحتلوا رتبه ماشي قليله. هادشي علاش غنهضروا عليه. كاين واحد القضيه كذلك اللي دائما كنطرح فيها سؤال، لانه كنعرفوا انه سرطان الرئه دائما لاصيق واحد شويه نقولوا بالسيجاره او بالتدخين ولا هذا. اليوم ولينا كنشوفوا ناس ما كيدخنوش ولكن كيتصابوا بهذا المرض. دونك الثاني اللي كيشموا التدخين. التدخين سلبي. سلبي. ورا صراحه راه خصهم يديروا معنا حل. انت كتشري هو كيكمل لك 70% ما يمكنش. ما يمكنش هاك 70% راه 30%. ما خاصكمش، ما خاصكمش اخويا، نخلصوا معكم. التدخين لا لا نتفاهموا في القضيه. التدخين مضر بالصحه بطبيعه الحال، الله يعفو على الجميع. امين. واذا يمكن ان الانسان يتفاداه يتفاداه من الاحسن. لانه كيضر الصحه وكيضر الجيب. وي سيرتو الجيب. تحرمت قبلية جيابي انا. شنو اخر اللي كاين؟ في الساعة الثانية أولا في نصف الساعة الثانية غيكونوا مشيو لسر الحداقة رفقة الشيف مريم برادة. أوكي. اللي غتكون حاضرة معنا باش هي تعطينا الشهوات ديالها لكل المستمعين المستمعات ديال شادة. مشا مشا خال المان. غادي تبرع هذا الصباح سد فمك لما تكدور. فدوا ان ديغني مو بور زويتر. بغيت نقول لكم تبارك الله عليكم، وغدا ان شاء الله نفيقوا بوزيتيف، نفيقوا زوينين كل صباح مع رشيد من لو 7 10. اكزاكتومون مع رشيد وفي دوا هذاك ماشي في دوا. ميدو معنا، فيدو معنا ميدو. اي رشيدو ابا فوالا احنا لقينا السميات. ميدو زيد. ميرسي بوكو رشيد. مرحبا. مرحبا. والله الا سان في بليزير. قبل ما نفيق الصباح بعدا فكرت فيك، ما تبغيش حاجه خايبه بعدا. نبجي ان شاء الله تحلم بيا. حاجه وحده اللي بغيت نقول لكم، كونوا ايجابيين، بارك علينا من النيجاتيف وبارك علينا من البكا. نتوما بالاستماع شادا اف ام.